قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الاستمرار بفرض حظر التجوال الكلي والجزئي في البلاد وغلق العيادات الطبية والتشديد على تطبيق الإجراءات الصحية، لا سيما ما يتعلق بارتداء الكمام والتباعد الجسدي وعدم السماح بدخول الأشخاص من خلال المنافذ لأي سبب كان باستثناء السلع والبضائع، مبينة أنه تم التأكيد على منع الاختلاط بين الجانبين العراقي والإيراني عند إتمام عملية التبادل التجاري.